بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين، حياكم الله. في معلومة جميلة جدا بعنوان الإعجاز في القرآن الكريم، وهذه المعلومة تعتبر أيضا معلومة رياضية، ولكن قبل أن تكون رياضية هي معجزة من معجزات القرآن الكريم. إيه هي المعجزة؟ لو أنت حضرتك جات شفت في القرآن الكريم إن كلمة البحار أو المسطحات المائية ذكرت في القرآن الكريم 32 مرة، 32 مرة. أما كلمة اليابسة اللي هي الأرض ذكرت في القرآن الكريم 13 مرة، 13 مرة. لو أنت حضرتك جمعت العددين 32 زائد 13 هيطلع 45. كلام جميل لحد الآن. أوكي، شوف بقى الإعجاز جاي فين. اعمل كده المعادلة دي كده، مجموع البحار على المجموع الكلي في 100%. البحار قلنا 32 على المجموع الكلي اللي هو كام؟ 45. يبقى 32 على 45 اضربها في 100%، هتطلع كام؟ هتطلع 71%. 71%، وهذه نسبة المسطحات المائية في العالم كله. نسبة المسطحات المائية لها 71%. شوف بقى في المعادلة الثانية بتاع اليابسة، احنا قلنا اليابسة كام؟ 13، مظبوط. اقسمها على العدد الكلي اللي هو بتاع اليابسة مع البحر، يعني 13 اقسمها على 45 واضربها في 100%، هيطلع كام؟ هيطلع 29%. ايه هو الاعجاز بقى؟ ان سبحان الله ال 71% طبعا هو موجود اوريدي نسبة المسطحات المائية، وال 29% اوريدي هو نسبة اللي هو مين؟ اليابسة. طبعا لو جمعتهم هيطلع 100%. هذه معلومة حبيت أشاركها مع حضراتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.